الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام على الكاظم يرحب بكم في حلقة أخرى من حلقات الدين حب وبغض. أحبتي، بعض يشكل على الشيعة ويتهمهم بأنهم أصحاب إفراط وتفريط، ويقول بأن البعض منهم يلعن دائما وفي كل أيامه وحياته تراه يلعن، وبعض لا يلعن أبدا. وإدعائهم في هذه الإشكالات أنهم يقولون أنكم تلعنون أبو سفيان في زيارة عاشوراء وفي غيرها، وليس لأبو سفيان ذنب حسب ادعائهم فيما حصل في واقعة كربلاء التي أدت إلى استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أحبتي، هذه الإشكالات إن شاء الله سنجيب عليها، سنبحثها ونجيب عليها في حلقة هذا الأسبوع مع الضيف الكريم خادم الحسين صلوات الله وسلامه عليه سماحة السيد محمد باقر الفالي. أحبتي، أهلا بكم وحياكم الله. اهلا بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا سمحت السيد، حياكم الله واهلا بكم مرحبا. سمحت السيد، من الاشكالات المثاره يعني على الشيعة قولهم انه انتم ايها الشيعة عندكم افراط وتفريط، يعني مثلا بعض منكم اصلا ما يلعن، زين، يعني ما عنده لا على حسب ما تفضلتم به في الحلقات السابقه ما عنده دافعة نصحة بس جاذبة، بس جاذبة، وبعض لا بس يلعن شغله من الصبح لليل بس يلعن، زين. وجابوا أمثل، يأتون بأمثل على هذا أنه مثلا في زيارة عاشوراء تقولون لعن الله أبو سفيان وبني مروان وبني أمية قاطبة، فما ربط هذول مثلا بقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ فما هذا التفريط والإفراط؟ نعم، وما هو الرد على هذا القول؟ سؤال لا بأس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، والله يحب الوسطية، وخير الأمور أوسطها. لا، احنا نستنكر موقف الإفراط والتفريط في أي مجال من المجالات. يعني خليني أجيب لك مثال واضح، لا تزهد زهد كثير اللي كل يوم تاكل لك حبه جوز في 24 ساعه. نعم. ولا تستعمل التخمه انه تاكل طعام خمس نفرات ويصير وهكذا. نعم. يعني لا هم هذا غلط وهذا غلط، الانسان لازم يكون عنده في مساله الاكل، في مساله المزاح، في مساله الرياضه، في شنو تتصور؟ في كل شيء سواء سيء. اثنينهم غلط، الافراط والتفريط، ولكن حد الوسط حلو. نعم. فأيضا في الأمور العقائدية، إنما في أنه بعض الناس أصلا ما يلعنون أعداء الله، هذا أتصور تحدثنا حوله، يعني هذول يدعون أنه بس عندهم جاذبة ما عندهم دافعة، والذي عنده بس جاذبة ما عنده دافعة هذا ما عنده مسلكية خاصة. نعم. وهذا صديق ويا الوثني وصديق ويا المؤمن، صديق ويا المنافق وصديق ويا المؤمن، وصديق ويا الكذاب ومع الصادق وهكذا. نعم. ما شيء العقل السالم يرده. واما مساله التفريط، هذا تفريط، واما مساله الافراط في اللعن، ما اتصور انا احنا عندنا افراط، ومو شيء كلهم لعانين، انما مثل ما تفضلت في زياره عاشوراء، طبعا راح يجينا ان شاء الله بحث مشبع حول الزيارات. في زياره عاشوراء أنا أتصور من أجمل الكلمات مستعملة في هذه الزيارة من قبل الإمام الباقر عليه السلام، وهي الإمام يقول ولعن الله الممهدين له بالتمكين من قتالكم. يعني دائما نروح إلى جذور المشكلة.
الشرطي الذي اعتدى على الشهيد في الناصرية مثلا أو في السماوة من مدن العراق، هل هذا احنا نلعنه أو نلعن السبب الجذر صدام؟ انت ما تقول الشرطي قتل أخوي، تقول صدام قتل أخوي. لما الواحد شهيد نقول صدام أعدم في العراق كذا مليون إنسان، ما نقول الشرطة أعدمه. الشرطي آلة وسيلة مو أكثر. الذي أعدم، الذي ظهر الشرطي، أو نقول هل نقول يزيد قتل الحسين سلام الله عليه، أو فلان جندي عادي في كربلاء؟ لا، يزيد قتل الحسين، لأن الذي كان ظهرهم يعني الحجاج بن يوسف الثقفي إنسان حقير، ولكن منه كان ظهر الحجاج؟ لعنة الله على الممهد للحجاج وهو عبد الملك بن مروان، إذا كان يقول أنا الملك هذا من طرفي كل ما يصنع. ولذلك نفس الحجاج لما عبد الملك يريد يهينه يذله، إنسان تشوفوه حقير ذليل. يعني أكو بنية اسمها هند، هذا تفصيل بس أنا أدخصه في دقيقة. هند بنت جميلة كانت، وكانت زوجة الحجاج، الحجاج طلقها على تفاصيل ما علينا. هند وصل خبرها أنها مطلقة إلى عبد الملك بن مروان الملك الفاسق، وطلب إيد هند. قالت له أنه أنا أتزوج وياك بشرط أن تعقد علي وأنا في الكوفة، من الكوفة إلى الشام أركب على ناقة ويأخذ زمام ناقة الحجاج مشيا على الأقدام. تصور يعني الحجاج إذا كان ما يحب الكرسي، إذا كان يستقيل ذاك اليوم ما كان يتمارض، ولكن ذليل لأجل حبه للكرسي وطمعه قبل هاي المطلقة مالته، هو كان المطلقة قبل وكان يأخذ زمامها، وفي هاي الوديان العجيب والغريب وصلها إلى الشام وهو ذليل وحقير وهي تتأمر عليه. إذن الحجاج ما إلى شخصية، من الذي انطى قدر هالشكل يتحكم بشباب العراق وبشخصيات العراق ويقتل ويسفك؟ ويوم اللي راح إلى جهنم سجن فيه 130 إنسان، 130 ألف إنسان من الرجال والنساء. السبب الأصلي، السبب الأصلي، إحنا في هاي القضية في الواقع نروح وراء السبب الأصلي. إذن لعن الله الممهدين بالتمكين من قتال الحسين سلام الله عليه. ما قتل الحسين 4 جنود أو من الشام أو من الكوفة، إنما هذول الجنود اللي أعطاهم الظهر. ولماذا إحنا نلعن أبا سفيان؟ أولا هو رأس الكفر، فإن قوما آمنوا بالله ليحقنوا به دماءهم وقد أدركوا ما أملوا، كما في الدعاء عن الإمام زين العابدين سلام الله. ونحن آمنا بك يا رب لتغفر لنا ذنوبنا إن شاء الله. فنفس الإشكال التشكيل على الإمام المجتبى سلام الله عليه. الإمام عليه السلام قال، أنا في الحلقة الماضية اللي أذكر هاي الرواية والوقت داهمنا، نعم سلام. الإمام عليه السلام قال إن الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا سفيان في 7 مواطن قبل الإسلام وبعد الإسلام. أولها يوم لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من مكة إلى الطائف، يوم النبي طلع من مكة إلى الطائف السفر المعروف، يدعو بني ثقيف إلى الدين، فوقع به منه أبو سفيان وسبه، سب النبي وسفهه وشتمه وكذبه وتوعده وهم أن يبطش به. تدري شو المعنى؟ يعني هذا يشير إيده على رسول الله إلى هالدرجة. فلعنه الله ورسوله على المورد الأولى، هذا قبل الإسلام، رسول الله لعن أبا سفيان. والثانية يوم العير، العير يعني القافلة اللي إجت من الشام في قضية البدر، إذ عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جائية من الشام، فطردها أبو سفيان ولعنه رسول الله ودعا عليه، فكانت وقعة بدر لأجلها، النبي لعن أبا سفيان. الثالث يوم أحد، يوم أحد لما نوقف أبو سفيان بيد صنم هبل يعني المصغر، وكان يقول أعلو هبل أعلو هبل، وانكسر خاطر رسول الله، نزل عليه جبريل قال لي ليش تتأثر من كلامه؟ رد عليه قل الله أعلى وأجل، هذاك قال أعلو هبل، رسول الله قال الله أعلى وأجل، قال إن لنا عزى ولا عزى لكم، رد عليه رسول الله اللهم مولانا ولا مولى لكم. هذا هم يوم أحد حيث وقف تحت الجبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلاه وهو ينادي
أعلوه بالمرات فلعنه رسول الله 10 مرات ولعنه المسلمون. هاي الثالث. الرابع يوم جاء بالأحزاب حرب خندق وغطفان واليهود فلعنه رسول الله وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصره على القوم الكافرين. المورد الخامس يوم جاء أبو سفيان في قريش فصدوا رسول الله عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يبلغ محله. القضية جاي بالقرآن. هذا شو وقت كان؟ هذا يوم الحديبية فلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس يوم الجمل الأحمر. الرابع يوم وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة ليستنفروا ناقته وكانوا 12 رجلا منهم أبو سفيان. الإمام المجتبى عليه السلام يذكر 7 موارد رسول الله لعن فيها أبا سفيان. إذن أبو سفيان الذي لعنه رسول الله احنا من العنة. هذا ما يقولوا له إفراط في لعن أعداء الله، لا، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لعن، احنا أيضا نلعن. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يا علي أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين، أنت سيد الوصيين ووارث علم النبيين، استوجب الجنة من تولاك واستحق دخول النار من عاداك. هاي الروايات، هاي المضامين مذكورة في كتب الفريقين بالمئات، إلى أن قال وإن ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من عدائك. يعني أنا أقول أوالي علي بن أبي طالب وأحب أعداء أمير المؤمنين، ما يصير، لا تقبل هاي الولاية إلا إذا عندك قوة البراءة. يعني هاي ردة الفعل الموجودة، قلنا حب المحبوب، حب المحبوب يقتضي بغض ما يبغضه المحبوب. إذن إذا أحب علي بن أبي طالب أبغض أعدائه وأتبرأ من أعدائه. الرواية عن الرواية الأخرى عن الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام عليه السلام يخاطب أبا حمزة الثمالي، قال يا أبا حمزة إنما يعبد الله من عرف الله. تدري المعرفة مقدمة على العبادة. عرف الله حتى عبده. قلت وما معرفة الله؟ قال يصدق الله ويصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في موالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى من بعده والبراءة إلى الله من عدوه. إذن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأتبرأ من أعدائهم. التبري مهم. وهاي القضية كل ما ذول يحاولون، ذول الجدد وذول المثقفين وغيرهم، أن يريد بشكل ما يعني يلبسها ثوب الحق، ما يصير يا أخي. أنت إذا موالي لأمير المؤمنين لازم تتبرى من أعدائه. التولي والتبري جناحان حتى تتمكن أن تطير بهما إلى الجنة، مو فقط عندي تولي ما عندي تبري، هذا ما يصير. في أمان المرحوم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يذكر رواية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب عليا فإن لحمه لحمي ودمه دمي، لعن الله أقواما من أمتي ضيعوا فيه عهدي. رسول الله يلعنهم، ومن تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله. لعن الله أقواما من أمتي ضيعوا فيه عهدي ونسوا فيه وصيتي. ألم يوصي رسول الله بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ ألم يقول من كنت مولاه فهذا علي المولى؟ الرواية الأخرى أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه، برئ الله ممن تبرأ منا. اللي يتبرأ من أهل البيت عليهم السلام إما قولا أو فعلا، أو فعلا يعني باللسان ما يقول شيء ولكن عمل ضد أهل البيت عليهم السلام، يعني ما يعمل بفقههم بهداهم بقوانينهم. زين هذا شلون؟ هذا ملعون حتى إذا يدعي أنه يحب أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما يعمل بقوانينهم، ما يصلي صلاتهم، ما يصوم صومهم، يشرب الذي هم حربوا مثل الخمر وهكذا. برئ الله ممن تبرأ منا، لعن الله من لعننا، نعوذ بالله. هذول النواصب، من يلعن أهل البيت هذا يقينا ملعون. أهلك الله من عادانا.
الرواية الأخرى عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، طبعا بعدين هاي الروايات كلنا نجمعها نأخذ النتيجة. نعم. عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبائه الطاهرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: علي مني وأنا من علي، قاتل الله من قاتل عليا، لعن الله من خالف عليا. من قاتل علي بن أبي طالب؟ قاتله الله. من خالف علي بن أبي طالب؟ لعنه الله. كلام رسول الله. نعم. لعن الله من خالف عليا، من فارقه فقد فارقني. إذا هم القرآن يقول وأنفسنا وأنفسكم وعلي نفس رسول الله، هم رسول الله يقول علي مني وأنا منه، أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، فالذي فارق علي بن أبي طالب يعني فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي مني بمنزلة رأسي من بدني، شلون واحد يقدر يفارق علي بن أبي طالب؟ ما يفارق رسول الله، ما يصير. من فارقه فقد فارقني، أنا سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه. هاي الرواية متواترة في كتب الفريقين، رسول الله يقول أنا سلم لمن سالم عليا وحرب لمن حاربه. من حارب علي بن أبي طالب؟ رسول الله، يعني حارب رسول الله، من حاربه فقد حاربه. وولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، رسول الله يقول أنا عدو لمن عاد علي بن أبي طالب. إذن رسول الله عدو معاوية، رسول الله عدو أعداء أمير المؤمنين، عدو الخوارج. ألا لعن الله الغاصبين والمغتصبين. الغاصب هذا الذي أخذ الحق، المغتصب هذا الذي أخذ الحق مع الجرح مع الظلم، يعني هم أخذ الحق وهم اعتدى اغتصب، هذول اثنينهم رسول الله يلعنهم. احنا ما نريد نتخطى الدائرة، يعني لا نتخذ بالإفراط والتفريط، لا احنا أمة وسط، نحن نلعن من لعنه رسول الله. انت يا اخي يا سني ما تلعن من لعنه رسول الله؟ اسألكم يعني شنو مذهبك انت؟ هل انت تلعن من لعنه رسول الله او لا؟ بين موقفك. يعني انا بقوة قلب اقول اللهم لعن من لعنه رسول الله، انت بقول علي بقول. هل كل مسلم يقول هذه الكلمة؟ ولذا قال لازم يلتزم بكلامه. لا. لعن الله من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الأئمة عليهم السلام شلون كانوا يتأثرون ببعض المواقف. يعني امرأة سقطت على الأرض وقالت لعن الله ظالميك يا فاطمة، وجرى ما جرى لها، الإمام الصادق عليه السلام ما منعها، ما قال هذا إفراط ليش قلتي هذا الكلام وكان الأفضل ما تقولين. بشار المكاري واحد من الشيعة الموالين يقول أنا دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، شفت الإمام أكو أمامه طبق من الرطب، والإمام عليه السلام يأكل الرطب، فقال لي تعال تفضل أكل وياي يا بشار. نعم. يقول أنا قلت يا رسول الله ما أتهنى، يا ابن رسول الله ما أتهنى بالتمر بالرطب. ليش؟ قلت أخذتني الغيرة. أنا أقرأ لك النص. نعم. قال جعلت في ذاك أخذتني الغيرة من شيء أوجع قلبي. شنو شفت؟ قال رأيت جلوازا، يعني من هذول الظلمة، يضرب رأس امرأة بيده المقامع ويضرب على رأس امرأة، والمرأة تنادي المستغاث بالله وبرسوله. الإمام عليه السلام ترك أكل التمر، قال ليش؟ قال لأنها سقطت وقالت لعن الله ظالميك يا فاطمة، فأخذها وضربها وداها للسجن، فقطع الإمام الأكل وبكى. قضية كبيرة، يعني احنا بالعراق معروف يقولون الرجال ما يبكي الا ان توصل السكين العظمة. نعم. الرجال العادي، فكيف بسيد الرجال، بإمام الرجال، بالإمام الصادق حجة الله. نعم. الإمام عليه السلام يبكي لحالة امرأة مؤمنة قالت لعن الله ظالميك يا فاطمة وأخذوها إلى السجن. طبعا شوف الإرهاب ايش قد كان قوي عن ذاك. نعم. الإمام عليه السلام قطع الأكل وبكى، ثم جاء قال لي قوم نروح إلى مسجد السهلة ندعي لهذه المرأة. بشار يقول أنا مع الإمام الصادق عليه السلام جئنا إلى مسجد السهلة، الإمام عليه السلام صلى ركعتين، شوف يعني إلى أي درجة اهتم بالموضوع، صلى ركعتين ثم بكى ودعا لها بعد ركعتين صلاة. فوصل الخبر للإمام عليه السلام أن الحاكم أخرجها من السجن وأعطاها 200 درهم
واسترضاها، قال لي يعني ارضي عني. هي ردت الدراهم، قالت لا ما اخذ، وردت الدراهم. فبعث لها الامام، الامام لما عرف هي ما اخذت، الامام قال شلون ردت؟ الواسطه قال يا ابن رسول الله وهي محتاجه ولكن ردت حتى لا تاخذ فلوس من الظالم من اعدائكم. الامام عليه السلام قدم صره فيها 7 دنانير ذهب، قال اعطي هذه الدنانير وسلم عليها. الرجل يقول انا جبت الصره الذي بها الدنانير قدمت لها وقلت لها الامام الصادق يسلم عليك. قالت بالله عليك الامام الصادق يسلم علي؟ قلت لها نعم. يقول فوقعت مغشيا عليها من شده الفرح، ثم انتبهت بعد مده فرجعنا وتحدثت للامام انه جرى ما جرى هكذا. مره ثانيه الامام عليه السلام بكى، هاي دمعة الخشوع ودمعة الحنين على هاي المرأة المؤمنة ودعا لها. زين الآن هاي القضية جيبها في زماننا هذا. قول فالمرأة كانت تمشي في بغداد ولعنت من ظلم فاطمة الزهراء وأخذوها ضربوها. أكثر هذول المثقفين أمثال يقول لك بابا كان تحفظ الوحدة، شورطيج بقلبك أنت تقولين ليش أظهرتي؟ الإمام صادق ما قال هذا الكلام. الإمام عليه السلام أيدها ودعا لها وبعث لها دنانير ذهب. يعني عملها مو غلط الإمام عليه السلام، يعني تأييدها بالفعل أيد هذا العمل. نعم. هاي لطيف الرواية يذكرها المرحوم الديلمي في كتاب إرشاد القلوب، أن رجلا قال للإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله إني عاجز ببدني عن نصرتكم، أنا رجال شايب كبير ما أقدر أنصركم ببدني. نعم. ولم املك، ما عندي شيء الا البراءه من اعدائكم، يعني انا بس العن اعدائكم اتبرى من عندهم. ولم املك الا البراءه من اعدائكم واللعن عليهم، فكيف حالي؟ عملي صحيح؟ زين الان جيب مقابل هذول الطبقه المثقفه يقول لك لا يا عمي طائفي، انت طائفي؟ نعم. الامام الصادق عليه السلام قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضعف عن نصرتنا أهل البيت، الذي صاير شايب كبير مريض مثلا ما يقدر، فلعن في صلاته أعداءنا. من النبي يقول فصلى علينا، لا يبدأ النبي الجانب هو بالفعل ترى هو يعني يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. النبي أول كان يشيل الشوائب، قولوا لا اله نظف قلبك بعدين الا الله، اذا اول العن الاعداء بعدين قول اللهم صل على محمد. يعني دفع ثم جذ. نعم سمعت مثل ما تفضلتم سمعت السيد. نعم. قال رسول الله من ضعف عن نصرتنا اهل البيت فلعن في صلاته اعداءنا، بلغ الله صوته جميع الملائكه. انت مو قاعد ضعيف ما تقدر هيك تقول اللهم العن اعداء اهل البيت، اللهم العن اعداء الزهراء. هذا الصوت الله سبحانه وتعالى وصل لكل الملائكة ولا يستثني رسول الله، جميع الملائكة. نعم. فلعنوا من يلعنه، من يلعنه، هذا المن يلعن، هذا يقول اللهم العن يزيد بن معاوية، اللهم العن عمر بن سعد، اللهم العن شمرا مثلا. نعم. الملائكة كلهم يقولون اللهم العن يزيد، اللهم العن عمر بن سعد، اللهم العن شمرا. عرفت؟ نعم. يعني الملائكة أيضا ينشغلون بما انشغل به هذا المؤمن. احنا في الواقع عندنا موقف مع اعداء الله، لان مع مواقفنا الضعيفه الان نشوف في العالم الاسلامي الان برزت اراء، يعني احنا كل ما تقية نسكت، ما نلعن اعدائهم، اذا نصور احنا اصدقاء وياهم واصدقاء ويا ظلمتهم. ولذلك الان نعرات في العالم الاسلامي بالدفاع عن معاويه وعن يزيد ويكتبون كتب، يعني انت تصدق امير المؤمنين يزيد الخليفه يزيد بن معاويه الخليفه المظلوم او الخليفه المفترى عليه، يعني نعم. وصلوا الى هاي الدرجه. نعم نعم. هذا شويه من ضعف فينا، يعني ما اخذنا احنا موقف قوي، موقف حاسم. اولا ليش احنا نلعن هذول؟ انا في واحده من محاضراتي قلت بان معاويه كان يتعاطى الخمر، طلع واحد من هذول اللي يعرعر و يصبغ لحيته، طلع قال اذا الفاري جاب دليل واحد من كتب لان معاويه يشرب الخمر انا اصير شيعي. نعم صح. اولا ما زاد حنون في الاسلام خردلته،
ولا احنا نريدك تصير شيعي، انت اذا تصير شيعي احنا نستقبحك، ما لك قيمه انت، يعني فرد واحد عدو لدود عرفت ومثلي والى اخره، انسان قذر. ولكن من باب التحدي واتمام الحجه انا جبت الادله هو ما صار شيعي. واذا كان شيعي يصير شيعي عار علينا، ما نريد الوجه النجس هذا، ما له قابليه ان يصير شيعي. ولكن احنا جبنا ادله، احنا ليش نلعب معاويه؟ انا الان اذكر لكم روايتين يذكرها المرحوم العلامه الامين رحمه الله عليه بالمصادر من كتب اخواننا العامه، مع ما انا قلت ترى انا هنا أنا مو مجبور اجيب ادله من كتب العامه، انا الان اتحدث للشيعه. اولا مسند الامام احمد بن حنبل، عرفوا احمد بن حنبل منه؟ امام الحنابله. امام الحنابله جميع الوهابيين على الكره الارضيه والسلفيين يقولون احنا حنبليه. هاي لا تنساها. نعم. يعني الان هذول الوهابيه بالسعوديه نعم. وفي بلاد الحجاز وفي بلاد الخليج هذول كلهم اتباع احمد بن حنبل ومتعصبين. نعم. يعني ابن تيميه ماخذ من ابن حنبل سماحه السيد؟ اي ابن تيميه ايضا هو حنبلي. نعم. مسند احمد بن حنبل الجزء السادس، راجعوا يا ناس راجعوا كتبكم. مسند احمد بن حنبل جزء 6 صفحه 476. حديث رقم 22432. أقول لكم بالأرقام الدقيقة، حديث رقم 22432. شلون أحكي؟ بأي لغة أحكي؟ عربي دي أحكي. مسند أحمد بن حنبل عن عبد الله من بريدة قال دخلت أنا وأبي، أبو بريدة اسمه، من أصحاب رسول الله، دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش، قعدنا على الفرش، ثم أتينا بالطعام فأكلنا، جابوا لنا أكل أكلنا، ثم أتينا بالشراب خمر فشرب معاوية، شارب الخمر شرب، ثم ناول أبي صب كأس وقدمها لأبي، فقال أبي منو بريدة؟ قال أبي ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد نص أقوى من هذا بأن معاوية كان يشرب الخمر إمامكم أحمد بن حنبل يقول، زين هسه يستحق اللعن ولا يستحق اللعن؟ هسه ما تلعن ولا تلعنون كيفكم، ولكن قضيه انه تدافعون عن معاويه وتاخذون ابن اكله الاكبار وتتركون علي بن ابي طالب الطاهر المطهر، هاي خزي وعار. الروايه الثانيه يذكرها ابن عساكر في تاريخ مدينه دمشق من كبار المحدثين والحفاظ عند اخواننا السنه. شوفوا كتاب تاريخ مدينه دمشق جزء 26 صفحة 197. واحد من أصحاب رسول الله اسمه عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت أخو أبي هريرة من أمه مو من أبيه. يعني أبو هريرة مو ابن الصامت، أم أبي هريرة وأم عبادة وحدة. عبادة بن الصامت كان بالشام يعني في دمشق، شاف قطار من الإبل، شايف البعران يمشون ورا بعض، نعم، قطار من البعران حامل على أظهرها قرب، سأل أزيتون هذا؟ هاي قرب مليانة بدهن الزيت، زيت الزيتون. هذاك الحمال قالوا لا إنها خمور. خمر المن؟ قال أحملوها إلى أمير الفاسقين يا للعار. معاوية عبادة بن الصامت هنا اتلاف الخمر واجب شرعا، هاي لا تنساها. نعم. اذا شفت الخمر وعمل عباده كان صحيح، يعني اذا شفت الخمر اتلفه ما عليك، هذا منو مالك مو مهم، الا ان تخاف على نفسك، مثلا انت تمشي في بريطانيا اذا تتلف الخمر يسجنوك. نعم. هاي مساله اخرى، ولكن اذا امن على نفسك ماكو خطر. نعم في بلاد المسلمين اتلف الخمر. عماد ركض بالسوق اشترى له سكينه حاده واجى بدا هاي القرب وحده وحده مزقهم. كلهم مزقهم، الخمر انصب على الارض. لما وصل الخبر الى معاويه بعث على اخيه ابي هريره قال له روح قل لاخوك ليش صب الخمر؟ ليش خسرنا؟ تلك امه قد خلت لها ما كسبوا لكم ما كسبتم. طبعا الروايه مفصله، انا اذكر موضع الحاجه. ابن عساكر في تاريخ مدينه دمشق جزء 26 صفحه 197. مر على عباده ابن الصامت وهو في الشام قطارة، يعني قطار من الإبل، مرت على
عبادة بن صامت تحمل الخمر، فقال ما هذه؟ أزيت؟ قيل لا بل خمر. فأخذ شفرة سكينة حادة وبقرها، بقرة شقها مزقها. وأبو هريرة إذ ذاك بالشعر، أنا بلخص الرواية. فأرسل فلان يعني معاوية إلى أبي هريرة يقول له أما تمسك عنا أخاك عبادة؟ بتقول لي ياخذ ايده شوي ليسوي هاي الاعمال. فجاء اليه منه ابو هريره، جاء الى عباده وقال يا عباده ما لك ولي معاويه؟ ايش فيك انت ويا معاويه؟ ذر هو ما حمل، خلي. وهذا ايضا هذا النوع من النفاق من ابي هريره الذي هو خليفه رسول الله، بدل ما يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول لاخوه يعني يامر اخاه بالمنكر، ذر هو ما حمل. فانه يقول منه معاوية، فإنه يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. فقال عبادة، شوف هاي الكلمة القوية، فقال عبادة يا أبا هريرة، مو كتاب، لا كتاب أخواننا السنة. فقال عبادة يا أبا هريرة، لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة؟ أنت ما تشنيت إحنا يوم اللي قلنا يا رسول الله نبايعك على السمع والطاعة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا في الله لومة لائم. من خمن واحد شيء غلط نقول غلط، أنت واكد وإحنا بايعنا رسول الله على هذا الشيء. شلون من يدعي بأنه خليفة المسلمين ونائب الله على الأرض يشرب الخمر؟ أمور خمر، قطار من الخمور، مو كتابنا يقول. لا تنسون يا المستمعين، كتاب السنة يقول، أعطيتكم الصفحة والرقم. زين، هكذا إنسان الذي يخالف القرآن علناً، الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا يقول لا أنا أشرب وأعاند ربي، شنو جوابكم في الواقع؟ ماذا تجيبون الله؟ الأئمة عليهم السلام كان دائماً، ما أدري إيش قد عندنا وقت الآن، تقريبا 10 دقائق، 10 دقائق هاي الرواية خلي أكملها. نعم، كان يذكرون بالمواقف المهمة حتى نكون دائما على أبهة الاستعداد، يعني الاستعداد الفكري قصدي. شوف، مستحب احنا عندنا الشيعة، ما علي بغيري، مستحب عندنا من لحظة ولادة الرضيع الطفل، إن شاء الله الله يعطيك درز الأولاد إن شاء الله، سلامكم الله صباح السيد، أول ما أنطاك الله سبحانه وتعالى ولد، مستحب في مذهبنا أن تلعقه بشيء من تربة الحسين مع ماء الفرات. إذا ماكو ماء الفرات ما يزمزم. نعم. هيك يعني تخلي إيدك بالماء شوية، تاخذ من تربة الحسين تخليه في سق حلقة. نعم. تلعقه حتى أول ما يدخل في جوفه تربة الحسين، تربة الشهيد. واحد. مستحب مؤكد أن لما الإنسان صار بالغ يسوي له دول بنية يصلي على تربة الشهيد. هو على أي تربة صلاتك صحيحة، ولكن على تربة الحسين الإمام الصادق عليه السلام يقول هاي صلاة تشق الحجب السبع وتقبل. نعم. للقبول. مستحب مؤكد أن تحمل معاك تربة الشهيد. من حمل معه تربة الحسين أمان من كل خطر. حتى بالسفرات وإذا نشيل شوي وياك مصباح تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يعني أنا دائما أوصي سواتي وياي لو لا أصور وياي. نعم. الأخوة والأخوات، هاي هذا مصباح من تربة الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. تربة الشهيد. بالرواية أن هاي التربة لما تأخذها بإيدك بدون ما أنت تذكر الله، هي تذكر الله، هي تسبح الله ويكتب لك ثواب التسبيح. بدل ما تأخذ بيدك مصباح الكهرب والسندلوس وما أدري البات زغر وأمثال ذلك. نعم. واليسر، أخذ بيدك تربة الحسين عليه السلام، هاي الآن تسبح الله وتحصل الأجر والثواب. رواياتنا ما علي شغل بالسنة، واحد لا يقول لي ما رضيت السنة، أنا الآن أتكلم حول مذهبنا. نعم. هاي مستحب. مستحب مؤكد الميت لما آخر الله يطول أعماركم إن شاء الله جميعا، لما انتهى الوقت ويردون يغسلون الميت. نعم. يخلطون مع حنوطة شيء من تربة الحسين عليه السلام، يعني ورا ما غسلوه واجب الحنوط. الحنوط هو أن نجعل مقدار من الكافور. نعم. على المواضع السبعة للسجود، هي مسألة شرعية. نعم. يعني الجبهة، كف اليدين، الركبتين، ورؤوس الأصابع، أصابع الرجلين.
مستحب تخلط بالشيء من تربة الحسين، ومستحب ترشون من تربة الحسين على صدر الميت. لما تدفنون ميتكم مستحب تخلون تحت خده تربة الحسين، وخصوصا التربة إذا كان يصلي عليها، نفس تربة الصلاة اللي تحت خده. هذا الإمام الكاظم عليه السلام في قضية إذا أذكرها شطيطة، شطيطة النيشابورية، قضية مفصلة. الإمام عليه السلام لما جاء إلى قبرها أخرج من جيبه شيئا وقال هذه تراب قبر جدي الحسين فإنه أمان من عذاب القبر. خلوه ويا الميت، تربة الحسين رشوا على صدره، خلوه وياه أمان. إذن الإسلام ليش يريد يأكل على تربة الحسين؟ حتى دائما تكون بفكر الشهيد. يعني يوميا خمس مرات تصلي 17 ركعة دائما تبع الشهيد، تسجل على تربة الشهيد. تحمل وياك تربة الشهيد أمان. تلعق ابنك من أول حياته بتربة الشهيد. مرضاكم استشفوا بتربة الحسين سلام الله عليه. هذا نص كلام رسول الله، وفيه رسول الله قال الله يرحمه من عرندس، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكره، حبي يعني الإمام الحسين حبي بثلاث ما خاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة عشر لا ثمان ولا عشر. شيء من تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه تعطي للمريض، في دعاء أيضا موجود في مفاتيح الجنان، هذا الدعاء تقرأ عليه تعطي بإذن الله، بإذن الله يشفي الأمراض العضال، وهذا ما رأيناه في طوال حياتنا بالتجربة البينة. نعم. المعاجز اللي شفناها من تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هنا أكل البعض يجون يغالطون يقول إذن لعد سدوا باب المستشفيات، لا مو هذا معناه. نعم. معناه أن الله سبحانه وتعالى يبين عظمة الحسين عليه السلام في بعض الموارد، مو معناه تعطلون قوانين الله. صرت مريض روح للطبيب روح للدكتور، ولكن اذا بعض الاوقات تنسد عليك الابواب. نعم. خلص وصلنا الى مرحله الياس، لا ياس من رحمه الله. شنو رحمه الله؟ ما سمع الخطباء اول المنبر يقول صلى الله عليك يا ابا عبد الله، يا رحمه الله واسع. نعم. من رحمه الله الحسين. نعم. اني اطلب من الله ببركه الحسين ولاجل عين الف عين تكرمه، أطلب ببركة الحسين الله يشفي هذا المريض. إما هذا المريض واصل إلى أجله المحتوم لا يروح من عالم الدنيا، ولكن إذا أكو أمل كما عندنا أمل بالدعاء عندنا أمل بالشفاء بتربة الحسين سلام الله. إذا تربة الإمام الحسين عليه السلام إلها قيمة عالية حتى يخلينا الإسلام دائما مع الشهيد. الإمام الصادق عليه السلام يذكرنا لما تشربون الماء أذكروا عطش الحسين ولعنوا أعدائه ولعنوا أعدائه. نعم. إذا هذا لا إفراط ولا تفريط، لا إنما المطلوب من عندنا التبري من أعداء الله، ودائما نكون على أهبة الاستعداد بالتبري. الرواية عن داود الرقي أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه شرب الماء وغرورقت عيناه بدموعه، ثم قال لي يا داود لعن الله قاتل الحسين. بس خلي 500 مليون مثقف يقولون لا كيف، أنا تابع مذهب، أنا عندي إمام يأمرني بأن ألعن قتلة الحسين وأتبرى من عندهم إلى يوم يبعثون وما أواطنهم. إذا مو ما بعد أجي أتفاهم وياهم، ناس قتل سفاكين لعن الله قاتل الحسين عليه السلام. كلام الإمام الصادق، ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته ولعن قاتله إلا كتب الله له 100,000 حسنة وحط عنه 100,000 سيئة ورفع له 100,000 درجة، وكأنما أعتق 100,000 نسمة وحشره الله تعالى يوم القيامة الثلج الفؤاد. الآن هاي رواية قريتها أنا أدري الآن راح تقوم القيامة. بعض ذول الحزبيين وهذول اللي دين ما عندهم الآن الفاري تعال شنو يقول، اللي يشرب مي ويلعن قتلة الحسين. أولا أنا ما أقول رواية الإمام الصادق عليه السلام، ثانيا نعم يعني تستكثروها للحسين عليه السلام، لولا الحسين لما كنا، بالحسين عليه السلام استقام دين الله، بالحسين احنا كل الفضل عندنا، والله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين يريد ان يكرم خدام الحسين. انت شو يخصك؟ هاي غير طلابه، هاي عمي الغاضي راضي مفتش عليه. اكرم الاكرمين يقول اذكر عبدي الحسين ذاك الشهيد المخلص
أنا أعطيك 100,000 حسنة أكتب لك كذا درجات بالجنة. عجيب الناس يمخلون، لا كثر الله أمثالهم. ورأس يجي يقول أنا عقلي ما يوافق. هو الدين مو فكر عقلي، حتى عقلك يوافق وما يوافق. لو قيس دين الله بالعقل لمو حق الدين. إذن للحسين عليه السلام مقام عند الله سبحانه وتعالى، مقام عظيم وعظيم وعظيم. وهذا عندي ولا شيء، يعني أنا عقيدتي بالحسين عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض إذا قلت السلام عليك يا أبا عبد الله بيت العز، وإذا كان في قلبك حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شنو هالمنطق هذا؟ إذن نلخص الكلام. نعم سمحت السيد، أولاً دقيقة إذا أمكن. نعم أرخص. إن شاء الله أحسن. إذا أولا احنا ما عندنا إفراط وتفريط، يعني يقول لك تعالوا أنتم بس تلعنوا. وين هاي تهمة هاي؟ أنا وين ألعن دائما؟ أو مثل ذاك الوهابي الذي بالتلفزيون يقول الفاري دائما يقول طيحوا يا حسين، ملعون الوالدين. أنت ما تشوف أنا آخر المجلس دائما أقول ارفعوا يديكم إلى الله 10 مرات تقول يا الله، هاي غلط يعني عينك عينك اتهمك. وأتشرف إذا أقول يا حسين، ما أريد أنكر، ولكن ليش تتهم؟ احنا وين لعنا دائما؟ يعني انا نفسي كخطيب من اصغر خدام الحسين عليه السلام، اول المنبر صلى الله عليك يا رسول الله، هذا لعن؟ نعم. وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، لعن الله اعداءكم اجمعين، هذا هو. يقول لك كله يلعنون، كلنا نلعن، بالعكس احنا كلنا نسلم على رسول الله وعلى الطيبين وعلى الطاهرين. سمحت السيد تهم رخيصة. وين العناء ده؟ نعم تهم رخيصة. على كل اللهم احشرنا مع الحسين إن شاء الله، وزد في قلوبنا حب الحسين وبغض أعدائه إن شاء الله، وين يخالفنا اللي يحب أعداء الحسين اللهم احشره معه، والمرء محشور مع من أحب. طيب الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طيب الله أنفاسكم سمحت السيد، أحسنتم جزاكم الله ألف خير. أعزائي المشاهدين، كنتم مع حلقة أخرى من حلقات الدين حب وبغض مع الضيف الكريم خادم الحسين صلوات الله وسلامه عليه سماحة السيد محمد باقر الفالي. أعزائي أشكركم على متابعتكم، إلى حلقة أخرى، استودعكم الله ودمتم في رعاية الله.